السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ النهاردة الحكاية نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بشكركم على كلامكم الحلو ودعواتكم الجميلة، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. النهاردة بقى خلصنا الكحك والمرمطة والنقش ومش النقش والحاجات دي، هنخش بقى على البسكوت. البسكوت بقى بتاع ايه؟ الناس ولاد الناس. هنعمل النهاردة البسكوت، قلت اجربه النهاردة بالمكنة. انا بصراحة متعودة اعمله اللي هو بالزبده، قلت لا يعني شويه البهدله والكيس وبياخد وقت، فقلت لا اعمل المره دي بالمكنه ونشوف كده مع بعض ونجرب كده التجربه الجميله دي، ويا رب ان شاء الله تعجبكم والمقادير ان شاء الله تبقى مظبوطه 100%. تعالوا نخش على المقادير. هنا انا عندي كيلو دقيق، طبعا تيب 45 زي كل مره زي ما قلت لكم. عندي هنا 300 جرام سكر بودره، عندي 4 بيضات، عندي هنا معلقتين نشا كبار، عندي هنا ربع يعني يعتبر ربع كوبايه برتقال اهي، يعني ممكن 8 معالق كبيره لو هتقيسي بالمعلقه. عندي هنا برضو معلقتين متوسطين يعني مش مليانين قوي ممسوحين اللي هو بشر البرتقال. عندي هنا 350 جرام، انا هنا خلطة زبدة عاملة 250 جرام زبدة و100 جرام سمنة بلدي، قلت ايه اخلط الاتنين كده، ان السمنة البلدي حاساها هتدي طعم حلو قوي للبسكوت. كيس فانيليا علشان زفارة ال لا ده الكيس فانيليا، كيس فانيليا عشان زفارة البيض، وواحد بيكنج باودر. ده اللي بالنسبة للناس اللي هي ما بتحبش النشادر، هنمشي كده من غير ايه نشادر، لان النشا بتحل محل النشادر. اول حاجة هنعملها ان احنا هنضرب الزبدة وننعمها قوي، وبعد كده هنضيف عليها السكر. هنضيف كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هنا زي ما انتم شايفين الزبده بقت كريمي شويه، هنضيف لها بقى السكر وننعمهم قوي على الاخر علشان خاطر يبقوا ايه واخدين الكريمه خالص، يبقوا ايه عاملين زي الكريمه بالظبط. اهوت هنضيف السكر، ممكن في ناس بتحب الحاجه مسكره تزود شويه السكر، يعني ايه السكر كده ايه على حسب الرغبه. وهنقلب، نشغل كده على الهادي بالراحة. بسم الله، انا هقفل عشان صوت المكنة وهوريكم شكلها لما هتضرب هيبقى عاملة ازاي. هنا بقى كل ما بنضرب بنحاول ننزل كده بالاسباتيولا كده اللي على الجناب، ننزل كله علشان خاطر كله ينعم معانا ويتضرب. اهو كده بالشكل ده، ونبدأ نضرب تاني. هنا القوام بقى كريمي خالص زي ما انتم شايفين كده. هبدا انزل بقى ايه ببيضه بيضه واحده واحده لحد ما ايه كل مره تختفي البيضه، وانزل باللي بعدها. هنشوف دلوقتي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اول بيضه اهي، هنستنى لما تختفي خالص وبعد كده ننزل بالتانيه. والبيض يكون بحرارة المطبخ، يعني ما يكونش مخرجاه من قبلها علشان خاطر يدخل في الزبدة كويس اهو، ما يفرص منك. هننزل بالثانية اهي، خطوات كلها مهمة جدا. طبعا وهننزل بقى الفانيليا مع البيض كده اهي، دي ثالث بيضه، وهنحط بقى كيس الفانيليا علشان خاطر ايه زفاره البيض اهي معانا. وكده هبدا انزل ايه برابع بيضه، وهنزل معاها بشر البرتقال. بشر البرتقال طبعا هيديني ريحه حلوه قوي قوي للبسكوت.
هبدأ أنزل بقى بعصير البرتقال بتاعي. بسم الله، واحدة واحدة كده. انا بضيفه اهو، مش عارفه باين ولا لا. انا بقى هبدا انخل المواد الجافه كلها مع بعضها، وبعد كده هضيفها للزبده والسكر اللي احنا عملناه. هضيف بقى، هنخل هنا النشا والبيكنج باودر والدقيق، ادخلهم كلهم مع بعض، وبعد كده ايه هنضيفهم على الخليط اللي احنا عملناه. يلا هنا بقى هبدا انزل بقى بالدقيق واحده واحده كده، واشغل المكنه لحد ما العجينه عندي تلم كلها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشغل. هنزل كده لحد ما العجينه عندي تلم. هنا العجينه زي ما انتم شايفين اهي، بنقدر نمسكها بايدينا اهي، غير عجينه العجينه الثانيه اللي هي بتاعت البسكوت الزبده. بتبصي تلاقيها سايحه قوي قوي، ما بتقدرش تتحكم فيها في ايدك اهي. هنسيبها نريحها كده حوالي 10 دقائق في الثلاجه على بال ما نجهز المكنه والصاجات بتاعتنا. نسيبها بس كده ترتاح شويه، ممكن نشتغل فيها على طول، بس الافضل ان هي ترتاح يعني من 10 دقائق لربع ساعه كده في الثلاجه ونبدا نشتغل فيها. هنا خلاص ريحت انا العجينه وريحت كل حاجه، هبدا بقى ايه اشتغل بالمكنه. زي ما انتم شايفين اهي ابني هيلف لي، هنبدا نلف بسرعه يا ماما بسرعه. لا ما تحركش الا ستوب. هنبدا نرصص كده، يلا ستوب. يلا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طلع العجينة ما شاء الله ماسكة نفسها اهي. ستوب. طبعا احنا ممكن ايه نظبط بعد كده بالسكينة ونخليهم كلهم مقاس واحد. اهي شايفين نازلة عاملة زي ماسكة ببعضها وما شاء الله عليها. ستوب. هنكملهم بقى دلوقتي كلها مع بعضها كده ونشوفها في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي. ستوب يا ماما. حاضر. ليكم اهي هنكمل الصينيه ونرجع تاني. هنا انا طبعا عملت الصاج زي ما انتم شايفين اهو. اي نعم بشوف الغلب شويه من ابني الصغير عشان ولادي الكبار مش هنا، بحاول اخلص على قد ما اقدر. اهي انا مشغله مشغله الفرن قبلها ومسخناه على درجه حراره 200، بحطه في الرف اوسط وهنشوف كده لما هيخرج بالسلامه يبقى شكله عامل ازاي. بس الموضوع هو سهل وسلس، بس نطلع عيني من الصغير، بس ربنا يقوينا ويقوي يا رب. يلا اشوفكم بقى لما يخرج من الفرن بالسلامه. كده انا خرجت الصواني زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله عمل لي كميه حلوه. انا مليت العلبه ولسه اهو في صواني، في واحده كمان في الفرن لسه اهي ما شاء الله، لسه قطمه واحده هنا اهي. هوريكم بصوا عامله زي البسكوته مفرغه من جوه اهيت ومقرمشه معانا اهيت زي ما انتم شايفين جميله. انا هرصصهم هنا، هرصصهم بقى في العلبه واظبطهم كده، وبعد كده بقى نخش على مرحله ان شاء الله بعد كده البيتي فور مع بعض. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير لو حيانا ربنا، وربنا يعود عليكم الايام بالخير واليمن والبركات. مع الف سلامه.